علاج الآفات الأخلاقية. البهتان، وهو أن تقول في مسلم ما يكرهه ولم يكن فيه، فإن كان ذلك في حالة عدم وجوده كان كذبا وغيبة، وإن كان بحضوره كان أشد أنواع الكذب، وهو على العموم أشد إثما من الغيبة والكذب. ومن أسباب البهتان التحدث عن عيوب الناس، فيتكلم الناس بما ليس في الإنسان المتكلم عنهم فيبهتونه. وعلاجه أن يعلم هذا الإنسان أن في قوله كذبا على غيره مما يسبب الفرقة والأذى والأحقاد والعداوة، وأن فعله هذا يستحق العذاب الأليم من رب العالمين، وأنه في حال توبته ورجوعه إلى الحق فإنه من الصعب على الآخرين أن يعذروه، ويحاول بدل الكذب على الآخرين ونشر الأحقاد بين الناس أن يقوم بدور إصلاحي في المجتمع بنشر المحبة والمودة بينهم.